قررت لجنة تسويق القطن بالمزادات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مد عقد مزادات الكميات المتبقية من محصول 2021 حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك لمالكي الحيازات الزراعية والتجار على أن يتحملوا مصاريف إضافية خاصة بعقد المزادات. وبلغ حجم إنتاج القطن في مصر لعام 2021 قرابة 1,250,000 قنطار، وهو أول محصول يطبق عليه بالكامل نظام المزادات في 14 محافظة. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالأستاذ هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن. برحب بك يا أستاذ هشام. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا تحت أمر بيك. حضرتك. أهلا أهلا بحضرتك. يعني خلينا نقيم في البداية فكرة المزادات، إلى أي مدى حققت المستهدف منها؟ هي الفكرة دي يعني مطبقة، بدأنا فيها نطبقها سنة 2019 نعم على نطاق تجريبي في عدد 2 محافظة، ثم بعد ذلك في 2020 تم التوسع وطبقناها في عدد 4 محافظات. في كل سنة كنا بنقيم التجربة وبنشوف الإيجابيات والسلبيات قبل التوسع فيها وتعميمها. سنة 2021 تم تطبيقها على مستوى الجمهورية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، لأن إحنا لمسنا فيها عدد كبير جدا من الإيجابيات، فيها نقاط قوة كتير وفيها برضه نقاط ضعف صحيح، لكنها قدرنا الحمد لله نتغلب على جزء كبير جدا منها في هذا الموسم. لما حققنا في الأمر وقسنا طبعا، يعني بدأنا نتواصل مع المزارعين ونشوف مدى رضاهم ورغبتهم عن تنفيذ المنظومة، لقينا إن في اتجاه عام وتوافق عام ما بين كافة العاملين في قطاع القطن إن في رضا عن تنفيذ المنظومة، لأنها حققت عدد من الإيجابيات أو النقاط الإيجابية. لو حضرتك حبيت إن أنا أقول إيه هي مثلا على تفضل. سبيل المثال، يعني أول حاجة طبعا حققت مبدأ المنافسة ما بين التجار وبعضهم البعض، كانت سلعة متوفرة أمام الجميع طبعا بمواصفات قياسية، على أساس إن إحنا الجهات المسؤولة قدرت تصنفها تصنيف جيد، عرضتها في مزاد مفتوح، التجار اتنافسوا عليها، حصل المزارع على أعلى سعر، فبالتالي كل العاملين في المنظومة قدروا إن هم يستفيدوا منها. المزارع استفاد لأنه حصل على أعلى سعر، نعم وبرضه العاملين في مجال التجارة من خلال المنافسة وصلوا برضه إن هم خدوا قطن جيد بمواصفات قياسية، وبالتالي كافة العاملين في المنظومة كان لها مردود اقتصادي جيد جدا على الجميع. يعني طب هي بدأت طبعا شهر 9 اللي فات، ايوه، بس حضرتك قلت لها ان في واحد التطبيق على مستوى الجمهوريه كان مفروض، لكن احنا اللي حصل ل 14 محافظه، ايه اللي عرقل التعميم التجربه في باقي المحافظات؟ هي ال 14 محافظة، هم دول المحافظات اللي بتزرع قطن، تمام. باقي المحافظات ما بتزرعش قطن، فاحنا عاملناها على المحافظات اللي بتزرع قطن، واي مكان كان فيه قطن كنا بنوفر له وسيله معينه او مركز تجميع قريب كنا بنجمع في القطن، فتعتبر اتعممت على مستوى الجمهوريه بحكم ان احنا نفذناها على المحافظات اللي بتزرع قطن. وعايز اقول لحضرتك لحد دلوقتي يمكن احنا فاتحين في بعض الاماكن، لان بعض المزارعين ما يعني ما كانوش عندهم علم بتطبيق المنظومه في بعض الاماكن، فاضطرينا ان احنا نمد العمل بيها حتى تاريخه، لكن هي رسميا تعتبر تم اغلاقها في 15 واحد في 15 يناير، لكن وجد ان في بعض الساده المزارعين عندهم بعض اقطار لم يوردوها، فتم فتح بعض حلقات لهم علشان خاطر يوردوا فيها القطن. وطبعا اعتقد ان احنا الحمد لله قدرنا نجمع كل الاقطار اللي كانت موجوده في السوق، وكان موسم ناجح جدا، وانا بعتبره من افضل المواسم اللي كان فيها برنامج تسويق جيد، لان دي كانت اهم مشكله بتقابل تسويق القطن يمكن في السنوات السابقه. الآن أصبح البرنامج واضح جدا، وإن شاء الله بإذن الله هيطبق في السنوات القادمة بإذن الله. طيب ماذا لو لم يعني يصل سعر القطن إلى سعر مناسب أو مرضي للمزارع؟ يعني لو في 5 تجار شاركوا، 10 تجار شاركوا، أقصى سعر وصل له القطن بتاع المزارعين رقم هم مش راضيين عنه، بيحصل إيه؟ ولا ده ما إحنا حصلش؟ طبعا لا لا يا فندم، هو أولا الحمد لله هذا الموسم كانت إحنا طبعا كان بيبقى في لجنة مشكلة بتدرس السوق وبتدرس الأسعار قبل بداية المزادات، وكانت بتضع سعر لبداية المزاد بيعتبر بيتناسب مع تكلفة الإنتاج زائد هامش ربح، ثم بعد ذلك بيدخل التجار وبيحدث منافسة بينهم. الحمد لله كان في طبعا قفزات في الأسعار هذا الموسم، وحققت أرباح عالية جدا، وصل سعر الإمطار لسعر اللي لم يصل إليه في أكثر من 10 سنوات سابقة.
لكن لو كان تحقق مثل هذا الامر احنا كنا برضو علشان تبقى فيه حريه تجاره ايوه كنا بنسمح للمزارع وممثليه في حاله عدم رضاهم عن السعر المزاد في هذا التوقيت ان هم يرفضوا اه المزاد ويتم ده تاجيله كويس. الى مزاد اخر في وقت لاحق، وبالتالي يبقى فيه حريه ان يزايد عليه مره تانيه، بحيث يبقى فيه توافق ما بين الطرفين ان المزارع وممثليه من التعاونيات ارتضوا ومضوا على ان هذا السعر هو السعر اللي هيبيعوا بيه، والمزاد فعلا انتهى بالتاجر اللي رسى عليه المزاد، وكده الحمد لله عدى الموسم بدون مشاكل تماما يعني الحمد طب لله مش رب ممكن العالمين. استاذ هشام مع الوقت بقى ومع التجربه، طبعا هي لسه اول سنه، ف يعني اكيد لسه في حاجات كتير هتبان مع السنين اللي جايه، لكن هل مع الوقت مش ممكن يحصل مثلا اتفاق ضمني وتوافق بين التجار وبعض وبين الشركات وبعض على تحديد السعر برقم معين، فبالتالي يحصل اتفاق على توزيع المزادات؟ هذا النوع من الاتفاقات اللي بتحصل عموما في المزادات، ما بالك بقى لما يكون على القطن او حاجه مهمه زي القطن، هل والله مكتوب حضرتك سيناريو للتعامل معاه؟ لا، هذا الامر كان بينطرح من ان الى اخر وكان بيبقى فيه تخوف عند البعض، لكن عايز اطمن الجميع يعني واقول ان في خلال عايز اقول لحضرتك في خلال من 1994 لحد 2022 وفي التجاره يعني لما فتحنا نظام التجاره الحره واصبح فيه تجار، لم يحدث في سنه من السنوات ان تم التوافق ما بين التجار على سعر محدد، دايما بتبقى فيه منافسه على ان كل واحد عايز يحصل الكميه اللي هو متعاقد عليها سواء كان في الداخل او الخارج، وبالتالي دايما بيبقى فيه نوع من المنافسه الشريفه يعني على اساس ان كل واحد عايز ينفذ تعاقداته سواء كانت الداخليه او الخارجيه. ده لاحظناه هذا الموسم، احنا بنتكلم في مصر فيها اكثر من 240 شركه لتجاره الاقطان، يعني من المستحيل انك حضرتك ان كل دول تتوافقوا مع بعض على حاجه معينه، وفي النهايه المزادات اثبتت بالتجربه هذا الموسم ان كان المنافسه كانت شرسه جدا، وفي الاخر اللي كان المستفيد المزارع يعني. تمام، شكرا ليك على كل هذه التوضيحات الأستاذ هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن.